يا اخوان البيكا دمر كلاش. إذا ما أكثر بطاقتين استخداما بالكؤوس البيكا المطور والبيكا العادي. أكثر بطاقة استخداما بالتحدي الكبير البيكا العادي. أكثر بطاقة استخداما من بين لاعبين التوب 1000 على العالم البيكا. إذا شو هذا؟ والله مش طبيعي يا اخوان. يعني شفت كثير ناس بحطوا مع اللافا هاوند مع الهوك رايدر في مليون تشكيلة جديدة، بس عملت التشكيلة من يوم الجمعة وما نزلت عنها. اليوم لازم تشوفوها يا اخوان. شوف ختمت التحدي الجديد اللي نزل بثلاث حسابات وبخسارة واحدة، يعني 30 واحد، متخيل؟ واكيد ملك التوبلادر عاملها، يعني فيش داعي نمدحها يا اخوان، زي مالكو. يعني هسه بدي اخذ معاكم نص الدوري السادس كامل بالفيديو، يعني انا واحد راح اوصل معاكم 8 اليوم. اذا ما هتلي اول واحد وك يلا. طيب خلنا نزلو نايت. اذا مشوف السايكل، يعني وين البيكا؟ اجباري اصرف كمان السياف هسه. واكيد ما راح اترك البيكا لحاله وراح يدعم، لازم اصرف الانفيرنو. يا حبيبي يا اخوان. لا 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 بسرعه انفيرنو، خسرنا. شو بدي دافع عن السكلتون كينج؟ اذا بحط جوبلين راح يفعل خاصيه. طب اسمع، بدي اصرف ستكسير والله فريز وجوبلين لازم. واحد اثنين ثلاث مسك. حلو والله نايس دفع يا اخوان. طيب لا 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 شو ها؟ إذا ما أول جيم بالتشكيلة وهيك؟ قلت لكم 30 واحد و... والله يا إخوان لا لا استنى شوي هسه بعصب أنا. شو اللعب هذا يا زلمة؟ سي... قول مكسير وبيكا؟ هاي برضو من التشكيلات الجديدة صراحة. راح أترك راح أترك، ما بدي أنزل بيكا قدامه، أنسى، بدي أعمل هجمة من ورا. يا إخوان إذا بتتوقع إني برجع بالجيم حطوا لايك. تتوقع اني بخسر برضه حط لايك يا زلمه. زمالك يا اخوان والله صعب هيك. معه وزرت ولا ما معه هذا؟ طب اسمع في عندي حركه، بدي اصيد البيكا بالانفيرنو شوي بس. طيب بدي انزل مقبره يا اخوان، والله في امل، امل بعدها عايشه. شو بده ينزل؟ حلو بسرعه، اربع كسير اربع كسير فريز يا اخوان، والله في امل البيكا. طب والله بعد عاش البيكا واحده بس يا اسطورتي. واذا والله وحش الانفيرنو ماسك شيل الله. بسرعه سياف على الايفو سكيليتون شيلهم. حلو كوبلن من هون وكشو دفاعه يا اخوان، ولك تشكيلتي يا زلمه. يا عين يا عين على النايت يا اخوان. اتوقع انه خسر. استنى شوي بدي اعمل هجمه من ورا، ما بدي استعجل لانه معه بيكا هسه بالسايكل. طيب والله عملنا كمباك اسطوري يا زلمه. ماشي منوب. اسمع بدي احاول انزله دبل بيكا ممكن، مشكلة صعبة. طب اسمع بدي انزل مقبرة نلهي البيكا بس شوي. حلو طب اقول لك نايت من هون، تعالوا زي هيك فريز بسرعة شيلوا شيلوا البيكا بس واحدة واحدة على البيكا يا اسطورتي يا اخوان. والله شكله خسر دبل بيكا. يلا استنى شوي بس شيل هذا السكيلتون، يلا خذها. اذا دافع يا زلمة انا بفهمش بكلاش، قبل يدافع لك نزل بيكا على الفاضي على الفاضي على الفاضي، بس نسحبه زي هيك. حلو عشان جوبلين يشيله، شيلوا شيلوا. حلو البيكا المطور شاله وزاد دمه كمان يا اخوان. خسر تنين ولك شو اول جيم وهيك، والله ملحم يا اخوان. جيجي ولك تشكيلتي يا اخوان، اول جيم بعدنا ما بلشنا يا زلمة. ثاني واحد ولك اول جيم يا اخوان. استنى شوي انفعل برج الملك، تعال شوي تعال يا زلمه. انا بحب هاي التفعيل، في واحد بقول ليش ما بتعمل اللي بالنص. استنى شوي جوبلن كمان وحده، حلو ما بتضرب. طيب نايت كيف ضربت لازم كيف يا اخوان؟ مش عارف والله، مش اذا مدمها هالقد. طيب ممكن فيه جرايدر سايكل الهوك ترى، ممكن ينزلوا على الجهه الثانيه مع فاير كراكر فراح شايف بس انفيرنو نزلته هون عمدا عشان بدي انزل كراكر ما تصيب البرج، بس كويس انه ما نزلها. طيب معه كراكر هسه بالسايكل، اكيد معه تسلا او كانون، بس نعمل زي هيك شايف تسلا.
طب وين بدافع يا اخوان؟ معه سبيرت صح، ما بدي اعمل فريز. استنى شوي. حلو، بسرعة فريز. لا لا بس حلو البيكا شال الهاي. عادي عادي حلوين يا اخوان. وحدة اسطورتي والله حلو يا اخوان. لازم كنت سريع. ثانية شو ثانية زم اجزاء من الثانية بالفريز كان طار تصور. بس يلا عادي هيك طاير يعني. حلوين يا اخوان، لا تعصبوش عند الموضوع. طيب بس جوبلن رح ياخذ ضربة مش سهل صراحة. عادي تعال. طيب اتوقع بهجمة رح يخسر هذا. لازم في فريز يكون اسطوري هسه، مش زي الفريز اللي نزلته قبل شوي بسوق الجمعة. طيب نرجع له بيكا ايفو يا اخوان، والله مجنون اذا مش طبيعي البيكا. طيب اذا بده ينزل له جرايدر راح يخسر صراحه يعني، ما بسترجي ينزل. طيب شوفوا الهجمه اللي بدها تصير هسه. استنى شوي استنى شوي استنى شوي، نسحب لها عشان ما يدافع عنها ويقرفنا. مقبره من هون ترك امه هاد بس شوي. نايت عشان التور يمسك لها. وجوبلين يلا شو بده يعمل هسه؟ قدك تدافع عن البيكا حبيبي شوي بس يا اسمع، بدي اعمل فريز بسرعه نمسك الكراك عشان ما تشيل البيكا. دربي فريز وحده يا اسطورتي، ولك هذا الفريز الصح. شوف الفريز هون شيل كوب، ولك هذا فريز عن تاريخ بعض اللاعبين. ولا يا اخوان تشكيلتي يعني والله عامل شغل اسطوري لحد الان، ولا خساره من اربع ايام متخيل. خلص سلمني ام الجيم زم، لا تدافع. طب نسحب شوف شوف يا يعني مش فاهم ليش بدافع. ابراجك الاثنين طايرين. شوف منو منو الجيم الثالث زلمه بسرعه يا زلمه وكمو الجيم العاشر ولك. طب انا قلت راح العب معكم للثمانيه بس اتوقع اني راح اختم الدوري كامل بالفيديو والله. زمان ما لعبت كلاش والتشكيله عن جد اسطوريه. طيب بنزل اقول لك بدي افعل برج الكينج والله، ما بدي انزل سياف قدام. استنى شوي برج الكينج كثير بيفيدنا. تعال شوي تعال شوي، فعلي لي على السريع. الله يسعدك ايوه اسطورتي. طيب ميجا طب اقول لك بديش انزل انفيرنو خاطر، راح انزل بيكا نص والله. نزل له بيكا من هون. شايف لو نزلت انفيرنو خسرت، عشان هيك دائما والله حطت الانفيرنو قدام مخاطره. طيب ما راح ادعم شيء صراحه، البيكا تبخر لو معي عصار يا زلمه كان شلناها بضربه تقريبا. بس عادي راح ندافع عنها. طيب جوبلين بس من هون عشان الباندت. بدي انزل نايت على الارشر كوين عشان يرجع يدافع اجباري عن الانفيرنو تو الانفيرنو دراجون. والله يا اخوان لعب نار زمالكو. طيب هيك لا هيك ما اتفقناش ننزل الكراك يا زلمه. شو اللعب هذا؟ طيب بدي انزل سياف من هون عشان نشيل الكراكر هسه. ما راح اخليها تضرب صح؟ يا زلمه والله السياف زلمه يا زلمه والله اسطورتي يا زلمه. شكلي بكره او بعد بكره راح اطوره 15 والله يا اخوان. بعتمدوا حتى بتشكيلات المقبره كثير مجنون. بصراحة عادي اصلا احسن بات ما دمجوا البيكا عشان راح يروح هسه. ما راح انزل مقبره من اولها، راح نهدي برضه يا اخوان. المشكلة ما بتشيله شوف، راح يضل من دمها 0%. شوف والله وين اتش بي يا زلمة. طيب المشكلة كان وصل يا زلمة، ما معه شيء غير الميجا نايت وصارف وما معه بالسايكل حتى. بس ماشي ماشي خذ هاك ازم. تعال تعال خذ هاك، بدي اهجم مقبرة من اولها يا اخوان. هذا غلبنا صراحة بالبيكا فبدي اهجم عليه مقبرة من اولها. يلا امسك حلو يلا نزل لي بات. اوه معه جارد. طب بسرعة هون بسرعة بدي عصار 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 السياف زلمة والله حرام امسك ال اضرب زلمة اضرب بس واحدة يا زلمة والله زلمة. روح ياخذ الثاني 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 يا زلمة يا اخوان مجنون. شوف شوف صار يخبس مش عارف شو يعمل، خلص خسر. بس الخصم صار يرمي هيك عارف حاله انه خسران خلص. تنين وك والله اني مجنون. بريدكشنات على الطاير على الطاير هاي. طيب بده يغلبنا شوي انا فاضي والله. هاي قاعد لك يلا نزل لي ميجا نايت اللي ما راح يفيدك بشيلن صراحه. طيب بس جوبلن من هون
هيك جبنا الجوست بيكا بس واحد على الارشر كوين وكثرب قبل ما انفعل. يا اسطورة يا وحش. طب بريدكشن باتس ولك زم ملك التوبلاتر مقبرة عالصبع. انجان يا اخوان. يا شو بدك تنزل لي فريز جي جي مان؟ شو بدك تنزل؟ سلمني ام الجيم يا زلمة. خلص اه اللي بعده الجيم رقم 8000. طيب ابلش انا ولا استناك؟ لا طيب جوبلن لازم اعمل الاعصار والله لانه اذا معه زاب والله بيوصله فبديش اخاطر. منين نلعب على المضمون احنا؟ طيب شايف؟ مش عارف ليش الزاب هاي رماها بس على الفاضي يعني. لو خليت الجوبلن لحاله كان رمى زاب اول شيء. والله اسطوره يا زلمه. ولك انتظرونا السنه القادمه يا اخوان. طيب بدي احاول اصيد المسكي راح تقرب شوي والسياف بطولها اتوقع صح؟ واحد اثنين سبعة سياف جيبها اضربها يا زلمة يا اسطورة. حلو فيش داعي من امه صراحة لهذا والله ما في داعي يا زلمة ضيعت اربع كسير. طب استنى شوف ممكن نمسك بالفريز بريدكشن ويل بريكر. والله حرام يا زلمة لو نزل ويل بريكر كان سته. راح استنى شوي اخوان بالنايت ممكن ننزل بولي بريكر. استنى شوي لا طيب هسه بننزله. طيب حلو راح استنى والله يا اخوان ما راح ننزل بيكا هيك اتوقع راح ننزل بولي بريكر هسه مع الباندت لاني صار في الجوبلين فبدي انزل بيكا نجرب. شايف بيكا بسرعه راح يوصل واحد اتوقع مش اتوقع غصبة عني والله حرام يا زلمه. طيب المشكلة مع ميجا نايت. طب نسحب هاي بسرعة. شايف؟ اسمع بدي اعمل فريز مع انه غلط بس نجرب. لا معه باتس. لا يا زلمة والله ناسي يا اخوان. طب اضرب والله مستحيل يا زلمة ليش؟ والله غلطت. لازم كان معي بهاي الهجمة السياف تعمل فريز. طب عادي يا اخوان. الشاب عنيد بس عند الموضوع. استنى شوي لازم اجيب الايفو والله الهجمه بالبيك العادي صعب انها. حلو صرفنا ماينر. حلو غلط بالمسكي نفيرنا من هون يا اخوان. استنى شوي بدي اضغطه على الجهه الثانيه بسرعه مقبره. حلو هذا الغلط بالولي بريكرز بسرعه فريز. طيب سياف اقول لك خلنا نعمل عصار من هون زين. صراحة عملت شي غلط والله عملت شي غلط بس اقول لك اذا صرف كمان. حلو شوي بس بدي انزل له بيكا ايفو. حلو وصل له صرف هذول بيكا ايفو بسرعة انفيرنو دراجون عشان ينزل ميجا نايت الفاضي يكون ابلع مستحيل. اذا دافع يا اخوان بدي احذف قناتي كلها. شو بدك يعمل مقبرة الفاضي الفاضي حبيبي تغلبش حالك ولا تغلبني شو بدك تعمل؟ دفعت طب خذ هذا الفريز يا صار بالزاب شيل جي جي مان غلبتنا والله. الجيم رقم 70. طيب طب بس راح ننزل جوبلين صراحه ما راح اصرف في العصار بدنا اياها للهجمه هسه. طيب هو جرايدر سبيريت يا حبيبي شو هذا راح تغلبنا هاي التشكيلات الزلمة اتوقع فيها ارث كويك كمان اشر كوين او مسكتير واحدة منهم. طيب زلمة يلعب لوك. طب شو كمان مع غيرها اشر كوين ولا مسكي والله شكله ولا واحدة. عمل فريز لو عملت فريز انسى اذا بدناش نخاطر من اولها مع انه صار في اللوج كان باخذ ضربتين البيك بس بتجيني كاونتر بوش والله صعب اني اصد. عادي يا اخوان نهدي الجيم باوله. طب بدي احاول انزل نايت انا بسرعه من هون والله كنت عارف يا زلمه. طب لازم افرس لو معه ارشر كوين احسن يعني الماسكتير كثير بتغلب يا زلمه. طيب ونفعل برج الملك زي هيك. طيب ما علق فبدي انزله الجوبلين هون عشان ممكن يغلط.
لا حلو حلو حلوين يا اخوان. طيب اتوقع لما يكون معنا هجمه ايفو كثير راح تضايقه، بس هو برضه معه دفاع كثير كويس ضدي، معه لوج ايرث كويك، يعني بعرف هالتشكيلة اصلا، بس كنت مش عارف هل معه مسكي او ارشر كوين، بس ماشي مانوال. طيب ننزل نايت من هون؟ والله ما نزلها. طيب اسمع، بدي احاول اخذه جهتين. شوف البيك المنوب ما ضربه. طيب نسحب الموسكي. لا لا يا زلمة، لا 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 يا اخوان، والله علي اغلاط يعني كارثية صراحة. ما راح انزل هوك منوب. لو نزل هوك كان اخذ دمج. طيب في هوك رايدر يمين، فراح مجهز حلو بيكا ممتاز. المشكلة لازم ما غلطت بالإعصار، كان ممكن يوصل. طيب نهدي يا اخوان، لازم هجمتنا تكون هجمة ايفو، غير هيك انسى. حلو، نزلوا سياف. طيب راح اعمل إعصار صراحة تخلص منهم هذول، راح يقعد يدافع عنهم هسه. بس جوبلين ولا ضربه ولا اسطورتي. كيف نزل الهوك قال. طيب يا اخوان اتوقع انها ايش، لا لا شوي بدي انزل البيكا على المسكي اسطورتي. طيب يا اخوان والله اتوقع انها هاجمتي هاي، استنى شوي شو بدي انزل على البيكا. حلو بسرعة صار يا اخوان، شو معه سكيلتون وسبيريت صح؟ شايف سكيلتون جوبلين. حلو مقبرة يا اخوان، خسر فريز. حلو عشان البيكا يزيد دمه هسه لما يشيل سكيلتون كينج، هذا سكيلتون جاينت سكيلتون. واحدة واحدة البيكا الصورة الثانية 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 يا وحش، والله يا مجنون والله لعبتها صح يا زلمة. طيب بس اعصار عشان ما ياخذ ولا ضرب الهوك. قلت لك البيكا الايفو مجنون يا اخوان، والله مش طبيعي. اتوقع انا هجمتي هاي بس هيك مقبرة جيجي. ما معه ايرث كويك صراحة فكثير احسن الي، مستحيل يا زلمه عندك ترمي الاسهم فريز. رميت له الجوبلن كطعم وقع في الفخ. جيجي اللي بعده يا اخوان، ولا قربت اخذهم الدور السادس التشكيلي نار. طيب نسمع بعدين مع الهوك رايدر، لازم انزل جوبلن والله باخذ ثلاث ضربات هيك. طيب كل اللي بيلعبوا حلو، هذا محور ايرث كويك هون راح نتغلب. طيب غرايدر سبيريت ايرث كويك سكيليتون مايتي ماينر ولا مايتي ماينر. حلوين كثير ايزي يا اخوان، يعني بطاقة بتحس ما في منها وجود بالتشكيل ضدي. راح اترك اللوجو ياخذ ضربتين، واحدة سياف اتو ولك مجنون مجنون يا اخوان. طيب ممكن فعل خاصية فبنزل له ايش انفيرنو. حلو بس انفيرنو، لو معي بيكا ايفو يا اخوان. طب خذ هاي، اسمع اذا دافع هون ممكن ما يكون معه كثير يدافع هون. صرف السبيريت يا اخوان، والله خسر وصرف السكيليتون. شو بنزل على الانفيرنو ولا ايش؟ بدون فريز حتى ما معه شيء. نزل كراكر الفاض 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 بدون فريز، ولا ملكة بلادر يا اخوان. طيب نفعل برج الملك، والله لعب يا اخوان دراسي مدروس ولك جنان. هاي الطاولة انكسرت يا اخوان بس هاي طلع صوت والله. طيب وين هوك رايدر؟ نزل كانك زلمة، في هوك هسه هون كيف ليش بعرفش في هوك؟ ما راح العب. ايوه بيكا يا اخوان، بدي اصيد له كمان التسلا هسه. سياف بالنص معه سكيلتن ايفو ترى، ديروا بالك يا اخوان. طيب صيد لا حلو بيكا يا اسطوره، والله غلط يا اخوان. شو هذا جيجي. غلط بالكراكر. شوف البيكا زاد دمه، مستحيل ناي خلص الجيم، ولك البيكا مجنون يا اخوان فرز يا اخوان. والله تشكيلتي 100 من 10. اللي بعده
الجيم رقم 90,000. بدك تلعب؟ اسمع بسرعة نخلص الجيمات. ماينر. طيب رح ننزل سياف نغير اتجاهه. نايس. زلمة والله السياف اسطورتي يا زلمة، والله يا اخوان بيشتغل شغل. واللي ما شاف فيديو امبارح شوفوه يا اخوان، والله نار. عدلت تشكيلة متابع وضفت عليها بطاقتين، الصراحة تغيرت مليون درجة. والله الفيديو حلو. شايف لو نزلت بيك مستعجل كان بلعت. طيب هسه بنزل بيك على الوزرد بس. لا دفاع رح يكون كثير سهل صراحة. إذا بلعب ماينر بيكا ويزرد عند الموضوع. ولك عند الموضوع يا اخوان. أداء جيد، أنت غصبت عنك يا زلمة. طيب انفيرنو. مش عارف ايش محله من الإعراب هذا البالون يا زلمة. يا اخوان اهجم، والله لا هجوم يا زلمة تعال. صار في الوزرد. شو معه؟ بالله عليك خسر. وخسر يا اخوان. شوف وين صرف السبيريت زي اللي قبل. السبيريت بدك اياها انت بدون فريز، حتى ولو بدون فريز راح تتور. صار كله غلط، كل اللي عملته انت غلط. شو هذا الزلمه؟ زمالك ركز. طيب نفعل برج الكينج هسه لانه معه ماينر معه بالون، فهيك نكون اقضين عليه على السريع. طيب حلو، نزل على نفس الجهة فاسطورتي الزلمة. طيب اسمع، ممكن ننزل لي ويزرد هون فممكن اسحبه على الجهة الثانية بسرعة. نزل، والله ما نزل. طيب نزله انفيرنو من هون. حلو والله نار يا اخوان. طيب بس نايت تخلص من الكراكر. اعصار زي هيك عشان بس اضرب 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 اضرب. يا اسطور يا اسطور يا البيكا. طيب ليش ما زاد دمه صحيح؟ ليش مات؟ صراحة عادي 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 اخوان، بس فرز مستعد. عالفاضي 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 العصار حبيبي، اعصاراتها كلها غلط اليوم انت. اتوقع بس مقبرة من هون، نايت ايفو من هون، جي جي. اتوقع جي جي. سلمني. طب انفيرنو. ايوه اسطورة. هذا بفهم يا اخوان، خلص شاف حاله ما بقدر ما بقدر، سلم. مش تقعد تدافع زي المنوب. شوف شوف المنوب. والله يا اخوان هذول الناس انا بكرههم. ما انت سلمت يعني ليش بتدافع؟ اعطيني ثلاث تيجان يا زلمه. منو؟ يلا هاك هاك خذ خذ خذ، انا بعملش بيام بس انت بتستاهل والله. الجيم قبل الاخير يا اخوان. زم والله كثير لعبنا بس والله التشكيله اسطوريه. العب. طيب ننسى ننسى، خلينا ننزل بيكا من ورا نعمل هجمه صح. ما بدي افعل برج الملك زي المنو من هون وخلي البيكا يروح لحاله. هدي شوي استنوا يا زلمة. طيب زلمة والله حرام يعني. شوف سايكلي يعني شو اعمل، انزل جوبلين وانفيرنو على الكترو خذ لك. شو بلعب هذا؟ طيب لا لا لا، طب لازم افرز لازم افرز. طيب بدي انزله سياف من هون، شيل الفينكس مع الكترو. فريز اسطوري صراحة يا اسطورتي، حتى البيكا شال الكراكر. راح ننزل بس من هون نايت، وبدي انزله كمان بيكا ايفو. ايوه خلصت، يلا استنى شوي. يلا اذا دافع يا اخوان بدي امسح كلاش. شو معك؟ يلا الكترو دراجون نزله بالله عليك. اصلا نزله غلط كمان، السياف راح يمسكه. جي جي ثلاث تيجان يا اخوان. طيب شو بدنا ننزل؟ والله نزل قلم كثير المنوب. ما عنده حل. سياف بدي احش. جي 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 وصل البيكا. نايت مستحيله. الهيلر على الفاضي كمان ما مسكها. ثلاث تيجان نص هجمه. جي جي. طيب يا اخوان خسران. صراحه زياد شخصنها معي. عمل لي تحشاي بتخوف. بيكا وجرايدر مش طبيعي. بعدني ابراج وما لمستها يا زلمه. طيب اسمع بدي انزله انفيرنو لنرجع للبيكا بالسايكل. بدي انزله زي هيك وبسرعه مقبره. راح اضايقه شوي ممكن. حلو راح نتخلص البيكا على الوزارد. يا مجنون
شيله. حلو، فريز عشان تخلص من البيكا. بس هذا البدية. طيب لازم ندير بالنا من الكراكر يا اخوان. استنى شوي زي هيك بسرعة. صار بريدكشن ما نزل. طب ما راح يضرب الهوك رايدر. ممتاز، نعمل زي هيك بريدكشن. والله ما زبطت. طيب دارت جوبلين كمان. زين شو التشكيلة هاي؟ طيب المشكلة مع فويد بيكا. شايف والله صعب يا اخوان. اخر جيم الفيديو خسارة والله حرام. اذا مع انه والله في امل بقدر افوز، بس الكراكر حلو. طيب مقبرة. طب اسمع، بدي اعمل عصار زي هيك بس شيل دارت. ايوه خلاص، بس راح ندافع بسهولة عن النهار. حلو يا اسطوري، حظي يا اخوان شفتوا؟ لا حلو، بس نايت من هون دفعنا. والله دفاع نار على الفاضي. الفويد راح يشيل البيكا. والله نار، في امل في امل. اذا ما المشكله الكراكر يا اخوان. طب بسرعه فريز زي هيك. حلو، لازم استخدم الاعصار عشان السبيريت ما تنط. حلو، طب بسرعه اعمل بريدكشن. استنى شوي، وركاف ما معه كرة. يا من هو؟ استنى شوي، من اول جيم وانا بعمل بريدكشن هو اصلا ما معه كراكر. هذا اللي قبله كان معه بريدكشن. حلو، فريز. استنى شوي يا اخوان، والله اني مش مركز. بسرعه سيف منه عشان اشيل الدارت. ضيعت يمكن 10 اكسير بريدكشنات، هو اصلا ما معه كراكر. والله اني جد مش مركز. اتوقع اني فزت يا اخوان، يعني خلاص راح ادافع ما راح اخليه يوصل. شايف ما معه كراكر، انا المنوب. طيب اسمع، لازم المشكلة البيك اب. طيب بدي انزل انفيرنو من هون عشان ما يقدر ينزل فويد. حلو. طيب والله لعبة صح يا اخوان. طب عادي عادي عادي، بيكا راح يشيل الدارت يا اخوان. لازم والله السياف، اتوقع اني فزت. يا بسرعة بدي اسحب الهذا، بسرعة بسرعة. تعال 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 هون. مقبرة جي، مستحيل. شو بدك تنزل لي؟ طبعا نفرد زي هيك. راح ناخذ دمج اسطوري. كمان 200 كمان 200. حلو، بدي كمان مقبرة بس. حلو، صرفناه فويد. طبعا هنا سيف عشان الهوك رايدر. سيف واحدة نايت. بسرعة مقبرة. خسر والله خسر يا اخوان. فريز سلم لي واحد. الجوبلين احصار زي هيك. جوبلين السكيلتون شيل. والله فزت اخر لحظه. والله غلبنا يا زلمه، شخصنها معي. قبل كل شيء يا اخوان نفتح الصندوق. يلا واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث 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 ثلاث. انا بلشت اعصب. اسمع، فيديو امبارح ما طلع لي شيء، ولا اللي قبله، ولا حتى اللي قبل قبله، ولا اليوم. الفيديو الجاي اذا ما طلع لي شيء بدي ابعث للشركه اقول لهم اعطوني حل. انا اللاعب الوحيد بكلا. والله يا اخوان راح ابعث لهم وراح افرجيك وسكرين. مش طبيعي. اسمع، بالنسبه للتشكيله ما حداش يقول لي احسن تشكيله. احسن ايش تشكيله؟ ماشي، احسن تشكيله بكلاش يا اخوان كل شيء. وانا اصلا هون طول الجيم بعمل بريدكشن فاير كراكر، مفكره خصم الالكسر جولم. يعني والله كان زمان كنت اضيع اثنين كثير على الفاضي. جوبلين جوبلين واصلا ما معه كراكر، فانا منوب مش مركز. بس يجي والله يا اخوان تشكيله اللي ما لعب فيها منوب. اسمع، بترفع فيها بالراحة، يلعب التحدي الجديد، كؤوس، نقاط، اللي بدك اياه، تشكيل والله نار. الفريز اذا بتستخدمه صح او الاحصار انت فزت. البيك المطور كمان كثير اسطو. مش راح احكي شيء، اكيد شفتوا اللعب، اجنان يا اخوان، تشكيلة انا عاملها. اذا مالكو بس والله شوف شوف الفيديو الجاي يا اخوان. سلام.